السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا متتبعي قناة زين بهاني. نتمنى تكونوا بألف خير، رمضان مبارك سعيد بأجمل المتمنيات يا رب العالمين، صحة رزق وطول العمر وصلاح الحال والأحوال. غنشارك معكم بعض الوصفات اللي حضرت في هذا رمضان وكنعتذر على الغياب. بالنسبة لهنا غنحضر بريوات وقنيطة هكا بالدجاج كيف ما كتشوفوا هنا، وضعت الكمية اللي عجبكم نتوما تاع الدجاج، وضعت هنا الدجاج وضعت بعض التوابل اللي هما السمن والخرقوم البلدي البزار الفلفل الأحمر الهريسة، وضعت الثومة وضعت الحامض المصير غير اللب ديال الحامض فقط والمليحة وشوية سكينجبير طري حكيتو القزبر والمعدنوس مهم وشوية القرفة الماء وغادي نخليهم، والزعفران انا وضعته هنا حتى شويه سخون عاد غنحكم ما بين يدي، اللي بغى يدير الملون يديرو. هنا غندير شويه الماء وغادي نخليهم حتى يتشحر ويشرب هاد العطريه، لان الا درنا الزيت راه ما غيتشربش. من بعد وضعت الزيت نباتيه وزيت الزيتون ووضعت كذلك حتى البصله مقطعه، وغنخليه حتى يتشرب شويه المرقه، وغادي نبدا نعمر في البريوات عادي مع الشعريه الصينيه الزيتون مقطع والهريسه كيف ما كتشوفوا. انا ما قدمتش معكم الطريقه ولكن راه الكل عارفها، المهم كميه لا باس بها. وهنا كذلك بريوات اللي غاديه او قنينطات غاديه نعمرهم بالقمرون كروفيت والشعريه الصينيه والهريسه والزيتون والفطر والورقه هذه ديال البخار، كتصبر وكتبقى صراحه واخا تبقى لك حتى يومين في الثلاجه ما كتخسرش، شويه كتنشف المهم لا عطلتيها بزاف. المهم هنايا كنعمر فيهم بعد ما شحرت الكروفيت بشويه الزبده ودرت الفلفله الحاره المعجون ديال الفلفله الحاره والتوابل كامله، وكذلك حتى الشعريه الصينيه حتى هي شحرتها والفطر والزيتون قطعته، وبديت كنعمر وكنلصق هكا بالخليط ديال الماء والطحين. المهم الطريقه راه الكل كيعرفها، فقط بغيت نشارك معكم وكذلك نرجع للقناة شوية. هنايا درت واحد الكمية تاع الدجاج والقمرون درتهم شكل بايلة، ما هما غير صراحة أكلة بالروز والدجاج، يعني أنا ضفت ليها الكروفيت. بعد ما طاب الدجاج شحرت الروز، نتوما عارفين هنا جوج كيسان ديال الروز، وكان نشحرو في ديك الزويته اللي كتبقى، عندي الفلفله مقطعه والبصله مقطعين وعندي الكروفيت اللي صوطيتو هكا حتى هو. وفي الاخر كنضيف جوج، مثلا درت جوج كيسان ديال الروز غندير 4 كيسان ديال الماء دافئ، وكنوضع كلشي نخلطو في هذا الاناء زينت بشويه الكروفيت، غندخلو الفرن حتى يطيب وتشوفوا معايا النتيجه النهائيه ان شاء الله. المهم اطباق اليوبا فقط كيف ما قلت لكم، بغيت غير هكا نتواصل معكم فقط. كيف ما كتشوفوا الطبق كيجي كيشهي رائع، عندها دجاج روز وكذلك حتى الكروفيت وبعض الخضر اللي شحرت بحال الفلفله بالالوان والبصله. ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتقبلوا مني هذا الفيديو ولو صغير، المهم كافي انني غير نتواصل معكم ونبارك لكم عواشركم، ورمضان ان شاء الله يعم عليكم بالخير والبركه في رزقكم وفي مالكم وفي وليداتكم. هاد الطبق ان شاء الله نتمنى تجربوه خفيف، لان حتى السمك راه غالي باش انكم غديروا كاع انواع السمك يعني كلها، يكفي غير نوع واحد. هنا الورقه اللي بقات ليا كندهنها بالزبده وكنطويها كيف ما كتشوفوا معايا، كنلويها. اللي بغى يدير ما بين ورقه وورقه شويه لوز كونكاسي ولا كاوكاو كونكاسي ولا البيستاش اللي عندكم، وانا ما درت والو صراحه. غادي نقطعهم وغادي نوضعهم في هذا القالب ديال الكاب كيك، وغادي نبدا ندهنهم بالزبده مزيان هكا كميه من الزبده، وغندخلهم الفران يتحمر من الاسفل ومن الاعلى، ومن بعد غتشوفوا معايا انني غادي نسقيهم بالعسل او عفوا القطر اللي كيتصايب هكا شكل سيرو خفيف. انا عندي العسل بقى لي هكا يعني من الشباكيه، غادي نسقيهم به وغادي نوضعهم هكا في كويرتات اللي بغاهم الوليدات. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات يعجبوكم، ولو دازو هكا خفاف مزروبين ما واضحينش لي زيتاب، ولكن كيف ما قلت لكم الكل كيعرف كل شيء تبارك الله موجود. ونتمنى لكم كنعاود نكرر رمضان مبارك سعيد ان شاء الله بالصحة وطول العمر.
هذا هو الشكل ديالهم النهائي. إلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.